سلام السوداني. طيب ان شاء الله تمام معلق بخير يا يلا حي كيف الاحوال؟ ان شاء الله كويس. كيف الاخبار؟ والله غريب والله عاد ولدنا ان شاء الله كويس يا ابو طيب. لقى ظاهر انك شيخ الجمعه ظاهر انك سكرت ان شاء الله تمام الله يكرمك يا السلام عليكم. كيف الحال والأحوال؟ خلوني هنا أحسن أشوف. خلوني هنا كذا. يا هلا والله حيا الله الشباب. كيفكم؟ مش الأخبار؟ مساكم بخير. يا مرحبا. منورين والله. بارك وتقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين يا رب منا ومنك يا رب. طلع مالك ها؟ طلع. وفي الليلة بكل حب. الليلة. أغلبهم موجودين هنا. الليلة بكل حب. بس أنا إياك. ايوه بكل حب ايوه فيصل نياف انت ابراهيم علي لا اسالك بالله لا لا. مستحيل بالدوافير انت لا لا شوف اقول لك الناس اللي بالدوافير انت دافور انت اسمع انت اللي مسوي هطف بس انه يذاكر من تحت لتحت شفت اللي مسوي لا اله الا الله بكل حب بكل حب شوف اللي مسوي نفسه اللي مسوي نفسه اني انا ما لي علاقه بالدراسه ولا ما ادري ايش وهو دافور بالعكس انا الحمد لله انا مادتي العلميه قويه جدا والله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله اليوم صليت فيهم نعم ايش كان عنوان الخطبه لا حول ولا قوه الا بالله بعنوان لا حول ولا قوه الا بالله تكلمت عنها قبل كذا ولا الحوقله الحوقله لا اقصد تكلمت عنها على الهواء ولا ما قلت نعم ما شاء الله ذكر الله طيب في كل حاجه كنز من كنوز الجنه ذكر الله جزاك الله خير عندك اعتراض شيء على الكلام والله شنو اعترض على ذكر الله وانا ابي الله يرضيك السلام انا سلطان مساء الليمون كيف الحال كيفكم بالله يا الله الشباب ايش اخباركم ابو عباس احنا من هذا المنبر نشكر سم طال عمرك لبسي جديد ايش رايكم فيه الله فنان والله يا اخي والله العظيم والله سوى امس جاء كذا كانك محمد والله العظيم خطير الولد جبت لي ثوب زين ولا مو زين لا والله وجهه نظر زين ولا مو زين وجهه لا الولد اقسم بالله العظيم زين ولا مو زين رزه بس انا خايف من شيء يقولون انك ابراهيم لا الحمد لله ماني ما انت ابراهيم انا ابراهيم والله لو اني ابراهيم انه ما يكوي ثوب ولا ما يجيك معفشت النمور دار النمور زين هذا حسين ابراهيم وهو كاوي ثوب ومظبط ما في ابراهيم الا فيصل نياف عبد الزراني والله بكل حب بكل حب ايوه في الحقيقه انا اشكر والدنا الشيخ مفرح العمري على هذه الخطب الجميله اللي ارسلها الله يجعلها اي والله الله يجزاه خير وعلى انه هدانا هذا الشبل صح ما هو شبل بستاندر عرفت شبل كمل طيب عرفت كمل لازم مو كمل لازم كذا لازم هو شبل بس ما في انياب والله ما شاء الله والله والنعم والنعم فيكم كلكم والله حيكم يا شباب منورين والله الاسبوع هذا قلنا نقعد معاكم جوا احسن من انه نقعد برا برد 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 والله اليوم برد اليوم برد انا مصيف والله جانا برد يا اخي اقول لك شيء والله قبل ثلاثة ايام ما في اي برد صادق الا امس 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 امس, أمس دوب ودخل البرد امس من بعد المغرب بس انا على اساس انه على اساس انه شنو امس الظهر ما كان في برد فقلت خلاص اليوم الظهر ما في شيء بس كويس جالسين جالسين جوا والدنيا حلوه ولابسين ودفا وهبه ايوه والدنيا دفا الدنيا حلوه لا شفت ثلج وصافي يا شباب شفتوا زي احنا شفتوا ام العريس ام العروس اللي بتكون طول اليوم ماشيه وجاي شايل هم اكثر من العروس صح بس ده ما شاء الله ليش رايح جاي كم له ساعه ترى نص ساعه رايح جاي نص ساعه هو رايح جاي رايح جاي الشخصيه هلا ابراهيم يلا حي شلونك مساك بخير هذا هي هذا ايضا من الدوافير ما شاء الله تبارك الله هذا هذا وصل انه منين رجع والله تحدى والله